FM. الكلمة ليك. نهذا والنداء ترشحان في كل دوائر البلدية. شنو هي الفلسفة اللي تحب تنتهجها حركة النهضة في الانتخابات البلدية؟ شكرا. هي ما فيهاش فلسفة كبيرة كما تعلم، يعني الانتخابات البلدية مسألة حيوية كبيرة بالنسبة للتوانسة، والقطر التونسي ولا كله أرض بلدية، بالتالي نضاف كل البلدية ضروري تخطيط كامل الأراضي التونسية باش تكون تحت بلديات مشرف عليها. الطبيعي في تقديرنا الطبيعي هو أنه الأحزاب السياسية تترشح في كامل البلديات فقط. هذه الدورة متاع السنة إن شاء الله الدورة الجاية يترشحوا فيها في كل البلديات. الأحزاب ما زالت كما تعرف جديدة، إمكانياتها ما زالت ما سمحتش باش كل حزب يترشح في كامل البلديات، وبالتالي أمكن أن يكون تقريبا معدل متاع 3 قائمات في كل بلدية، وهذا شيء إيجابي. وثم برشة بلديات معناها تقول أنت بعض أحزاب ما ترشحش فيها، هذه المرة إن شاء الله المرة الجاية تكون قادرة باش تترشح فيها، معنى المنافسة مطلوبة. ثم زوز أحزاب النهضة والنداء اللي هم ترشحوا في كامل البلديات، وفي رأيي أنا هذاك واجبهم، معناه ما هيش تكون أنت بطولة ولا حاجة، هي بطولة أنك توصل تترشح في كامل البلديات، وإنما هو جهد موفق، يعني تم حرص تم جهد تم خدمة، أمكن لهم باش يترشحوا إن شاء الله القائمات كل تقبل، وحتى بقية الأحزاب ترشحوا في عدد لا بأس به من البلديات، بالتالي مع المنافسة معناها مضمونة، وإن شاء الله تخرج لنا مجلس بلدي في كل بقعة اللي هو يبدأ في تنفيذ هذه اللامركزية اللي تجعل تقول أنت السلطة المركزية تركز على الخطط العامة والسياسات العمومية والمشاريع الكبيرة. الكلمة ليك.